يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج سبورت كلينك. دكتور فواز الفهد حياك الله معانا. يا هلا دكتور محمد، الله يحييك. الله يسلمك. إن شاء الله دكتور فواز، حضرتك اختصاصي في الجراحة بالنسبة لمفصل الكتف وأيضا الكوع، ويمكن دكتور تكلمنا في حلقات سابقة عن الخلع بالنسبة لمفصل الكتف وأيضا التهابات ومشكلات الأوتار لهذا المفصل. لكن اليوم دكتور بننزل شوي تحت أكثر إلى مفصل الكوع، وأبيك تكلمي عن المشكلات أو الإصابات اللي تصير في مفصل الكوع. مفصل الكوع كثير مشهور في إصابات وتر البايسبس. نعم. في اللاعبين، ومفصل وتر الترايسبس. نعم. طبعا هذيل الإصابات غالبا تصير مع لاعبين كمال أجسام، اللاعبين الرياضيين. الإصابة تصير لما يشيل أوزان زيادة عن الحد اللازم. نعم. يكون مثلا في وتر البايسبس تكون الفردة مالت الإيد حدها وشايل وزن عالي. نعم. فبدايه اول ما يصعد ريله يسمع صوت تك. أه. في صوت حق وتر البايسبس وحق وتر الترايسبس. نعم. غالبا المريض يشكي ان شكل الايد، شكل الكوع مالي، او شكل وتر البايسبس وشكل عضله البايسبس تغيرت. او التراي شكلها تغير. بعدين راح يصير في مثل كدمات، او في تجمعات دمويه بسبب يصير لونه ازرق مثلا، يصير لونه ازرق. نعم. يصير لونه احمر بسبب الاصابه. نعم. غالبا المريض هذا اذا عنده اصابه لازم يراجع باسرع وقت ممكن اختصاصي اصابات رياضيه او اختصاصي الكتف والكوع. ممتاز دكتور. بالنسبه حق هذا الصوت التكه اللي تصير وقت الاصابه صاحبها الم، وبينت لي انه يصير فيها مثلا تغير للون، دكتور هذه التكة هل هي قطع في العضلة ولا شنو بالضبط؟ الصوت هذا يعتبر الصوت مال القطع. اي فهو شايل الوزن يسمع صوت. تشوفون بالسوشيال ميديا، في اليوتيوب، في كثير الفيديوهات. صحيح. تصور اللاعبين كمال اجسام وهو يشيل الوزن، فجأة تغير شكل العضلة. صحيح. تتقلص. نعم. وبعدها حزته كان يسمع طبعا الصوت اللي قلت لك عنه. نعم. بعدها راح يكون صاحبه ألم شديد. مريض بهالوضع هذا يحس انه في شيء مو طبيعي صار. لازم بسرعه يتعالج، لان اذا تاخرنا على هالاصابات هذه النتائج راح تكون مو زينه. اذا كانت التدخلات الجراحيه سريعه النتائج راح تكون اكثر افضل بكثير. ممتاز. من اذا نطرنا عليها. ممتاز الدكتور. الحين احنا قاعد نتكلم عن القطع الكامل اللي ممكن انه هو يصير، هل في امور ممكن تكون اخف من كذي، مثلا بعض التمزقات البسيطه، الشد اللي يكون القوي، ممكن بعض الالتهابات اللي تصير بهالمكان هذا؟ صحيح. في اللاعبين اللي نسميهم الاصابه نسميها تنس البو. نعم. هي اسمها تنس البو لانها كانت، لان في بدايتها اول ما تم اكتشافها كانت مع لاعبين التنس. نعم. من الباك هاند. هي تعتبر من الاوفريوز. صحيح. كثره الاستخدام. مع كثره الاستخدام الالام تكون في الكوع من على الجنب من الطرف الخارجي. نعم. الاصابه هذه غالبا العلاج التحفظي يكون تعطي نتيجة جدا. ممتاز. كبيرة وما يحتاج حق تدخل جراحي. ممتاز دكتور فواز، عندي الكثير من الأسئلة، وخصوصا إنه شو اللي نسويه من بعد هذه الإصابة لما يجونكم مثلا العيادة. راح نقول حق السادة المشاهدين لا تبعدون، راح نعطيكم معلومات جدا هامة. أعزائي المشاهدين ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيخ مع دكتور فواز الفهد.
يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين. عندنا من بعد الفاصل دكتور فواز الفهد، كنا قاعد نتكلم عن الإصابات اللي تصير في مفصل الكوع من الترايسبس أو البايسبس، أو حتى بينت لي شلون الطرق العلاجية بالنسبة للتنس ألبو. لكن دكتور، الحين صار هذا القطع مثلا في أي عضلة مثلا الباي أو التراي، وحس بهذا الألم وياكم مثلا بشكل سريع بالنسبة حق المستشفى أو العيادة، شنو الطريقة التشخيصية في البداية اللي سويناها حق دكتور؟ في البداية الإصابات هذه أفضل يراجع المريض حق الطبيب المختص اللي يعالج هالإصابات هذه. أول شيء نفس حالة حال أي مريض، التاريخ المرضي نسأله، طريقة الإصابة، شنو صار معاك، نسأله بالتفصيل شنو صار حزة الإصابة. نعم. بعدها شنو فيكم دكتور أن تسألون عن تفاصيل الإصابة شلون صارت؟ تفاصيل الإصابة عشان أعرف بالضبط، عشان أعرف أوصل حق التشخيص الصح. التشخيص الصح المريض 90% يقول لي إياه، إذا كان يشرح لي القصة بالطريقة الصحيحة، بطريقة واضحة. راح يغنيني على أي 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 أشياء تشخيصية أو أشعاعات تشخيصية إذا المريض كان قاعد يقول لي التفصيل الصحيح. ممتاز. حق إصابات وتر البايسبس أو الترايسبس، إحنا بعد ما ناخذ التاريخ المرضي نفحص المريض. المريض غالبا راح يكون الواضح ان شكل العضله تغير، صحيح، يكون في مثل جاب او مثل في فراغ، مثلا حفرة في حفره، ممكن تكون حفره بالضبط. نعم. ممتاز. حفره في صوب ووتر ترايسبس، او يحس في فراغ من قدام، شكل العضله تغير. هني نحاول نستعجل في التشخيص عشان نوصل حق العلاج بسرعه. ممتاز. غالبا سونار او MRI اذا كان MRI نقدر نسويه في بسرعه. نعم. بس يعني مو معناته انه المريض بيسوي رنين وعطوه موعد بعد 6 أسابيع، لانه ينتظر فتره طويله. ممتاز. هذا الشيء راح ياثر على العلاج. ممتاز. سونار يكون واضح، يكون واضح مع 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 مع, مع, مع قصه المريض، مع الفحص. أنا أكون أتخذ قراري. نعم. واللي يكون غالبا يكون تدخل جراحي، وأغلب عمليات هذه آمنة وبعيدة عن الأعصاب، ويحصل نتائج وايد زينة. ممتاز. دكتور، بالنسبة حق العمليات الجراحية، مدة العملية إيش كثر تسوونها؟ هل هي تعتبر من عمليات اليوم الواحد؟ بالنسبة بعد العملية، هل يحتاج مثلا نصائح معينة توعوية تقدمونها حقه؟ الإصابات بشكل عام، وبالذات إصابات مفصل الكوع، الرهاب أو الريكفري أو العلاج الطبيعي بعد العملية جدا مهم. إحنا ما نبي يسوي المريض العملية وبعد أسبوع أسبوعين يروح يمارس رياضته قبل لا يلتئم الوتر اللي صلحناه. فهني لازم المريض يلتزم بالعلاج الطبيعي وبالفترة النقاهة كاملة. بعدها، بعد استشارة الطبيب وبعد استشارة المعالج الطبيعي، يرد إلى لعبة إلى رياضته بطريقة بدنية تدريجياً. بالضبط. ممتاز. تدريجياً علشان لا تصير عنده هذه الإصابة مرة ثانية، لأن ما راح يرجع على طول بعد 3 شهور. أكيد. أو 6 شهور على نفس مستوى قبل الإصابة. أكيد. دكتور فواز الفهد، أنا أشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمة. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.